مرة أخرى زي ما قلت لكم هو واحد من أفضل زهراء الجنب في الكرة المصرية. تتحدث عن ندرة في المواهب في هذا المركز سواء على المستوى الظهير الأيسر أو على الظهير الأيمن، ولكن يبقى هو دائما واحد من المواهب النادرة ديت اللي موجودة في الكرة المصرية في مركز الظهير الأيسر. كابتن الكبير كابتن حسين السيد لاعب نادي المصري البورسعيدي، يا كابتن حسين مشرف ومنور. حبيبي ربنا يخليك وبنورك والله، أخبارك معاك إيه؟ والله يا حبيبي دايما منور الدنيا حبيبي، بنورك وبوجودك والله. انا فرحت جدا من موضوع المنتخب بدايه والله الحمد لله، ده الواحد بيجتهد وفي الاخر بتبقى بتاعت ربنا، يعني بنقدر نشتغل وده حلم لاي حد ان يمثل منتخب وطنه يعني. اتاخرت كتير والله، اتاخرت اخر مره كنت في المنتخب كانت 2015 مع مستر كوبر، بس الحمد لله ربنا بيعوض يعني. ايه الفرق اللي فرق الموسم دوت؟ والله ما فيش، الواحد في كل الموسم بيعمل عليه، بس هي بتبقى نصيب، كل واحد يبقى ليه وقته، بنجتهد معظم الاوقات، بس هي في الاول وفي الاخر بتبقى ربنا ليه حكمه يعني، بس الحمد لله ربنا بيجيبها. بس انت اكيد انت بتبقى حاسس بنفسك يعني، انت فعلا انت السنه دي منور جدا، حتى مع انه مثلا المصري تعثر في البدايه في اول مباراه، المباراه الثانيه تعادل، بعد كده انتصار، حتى لو المصري لسه بيبدا تدريجيا بس انت كان مستواك ثابت. والله الحمد لله، انا بحمد ربنا وانا في وسط ناس كبيره وناس محترمه وجهاز فني ورئيس مجلس اداره مستر كامل والناس اعضاء مجلس الاداره، الناس كلها ناس محترمه وجمهور، الناس كلها كويسه معايا، شفت منهم كله خير، ف ده رزق برضو من ربنا، الرزق مش كوره بس يعني، رزق حب الناس اللي حواليك، ناس قريبه منك، فالحمد لله. وان شاء الله بقول ان لسه الدنيا في البدايه وعندنا هدف وحاجه بنتعب عشان نوصل لها، وفي الاول وفي الاخر ده التوفيق بتاع ربنا يعني. كابتن ايهاب جلال طبعا يفرق معاك بالتاكيد يعني، اشتغلت معاه واكيد من المدربين المحترمين جدا اللي كمان الباكات تحديدا مع الكابتن ايهاب جلال بينوروا جدا. والله لا، الكابتن ايهاب مدرب يعني مفيش خلاف عليه، يعني شخصيه محترمه جدا، غير طبعا فكره كبير اللي هو وعلمه كبير اللي هو واخده في شغله، انسان محترم جدا، انسان خير، ان في كل صفات يعني كويسه جدا، هو يستاهل كل خير بصراحه بالتاكيد. طيب النادي الاهلي وحشك النادي الاهلي؟ لا النادي الاهلي بيتي طبعا يعني، لولا النادي الاهلي والله مش كلام، مش بحب اطلع يعني اتكلم كتير، بس الناس ما افتكرش ان بقول حاجه، بس لولا ربنا والنادي الاهلي ما كنتش بتكلم معاك دلوقتي من البدايه يعني. صح، تالق والابداع مع النادي الاهلي كمان، انا بتمنى لهم كل التوفيق ومجلس الاداره واصحابي وزمايلي والناس كلها، ده هيفضل طول حياته فضل عليا ربنا سبحانه النادي الاهلي، وببقى مبسوط جدا لما ربنا بيكرمهم، وان شاء الله كده يبقوا من نجاح لنجاح دايما يا رب. ماتش السوبر لما شفته كنت مبسوط طبعا وتتفرج على النادي الاهلي؟ اكيد والله، ببقى مبسوط جدا ومبسوط لزمايلي ومبسوط لاصحابي ومبسوط للنادي، وهم يستاهلوا اكتر من كده كمان، وان شاء الله ربنا يكرمهم ويكرمنا باذن الله. المصري السنه دي رايح لحد فين يا كابتن حسين؟ والله مش ما اقدرش اقول لك هو رايح لحد فين، بس اللي هو احنا بنسعى، عندنا يعني هدف بنوصل له، احنا نبقى في مربع ان احنا بننافس على اي حاجه بندخلها يعني، حق مشروع لاي نادي واي لاعب واي فرقه، بنسعى بنتعب وبنسعى، بناخد بنقدر ننفذ شغل الجهاز الفني، وبنسعى ان احنا نوصل لحاجه، احنا ابعد حاجه كويسه نسعد بها الناس في بورسعيد ونسعد بها الناس كلها. صح. وربنا يكرمنا يا رب ان شاء الله. طب كابتن حسين اسالك سؤال عميق شويه يعني، هو ليه المركز بتاعك تحديدا يعني اصبح فيه ندره كثيره في المواهب في الكره المصريه؟ والله لا، هو المركز هو جه فيه ناس كتير جدا وناس عملت تاريخ اللي مع الانديه مع المنتخب دلوقتي كابتن. دلوقتي انا مش بكلمك على اللي زمان، زمان طبعا كان في اسماء كبيره وعظيمه، انا بتكلم دلوقتي. والله دلوقتي انا مش هقدر اقول لك لا ما فيش، لا في طبعا، بس ممكن مثل لسه في شباب صغار بيطلع، هتلاقي واحده واحده بينوروا، واحده واحده الدنيا تمشي معاهم، الظروف بتخدمهم، التوفيق بيخدمهم، في طبعا في دلوقتي في زمايلي، في فتوح، في محمد حمدي، في عبد الله جمعه، مش عايز انسى حد، في زمايلي ناس كتير كويسه. في الاول اللي بيتعب ربنا بيكرمه، وفي الاول بيبقى توفيق بتاع ربنا يعني، احنا مهما كان احنا زمايل واصحاب، هي دي بتبقى يعني، لازم اتمنى الخير لبعض كلنا، عشان الدنيا في الاول وفي الاخر مش دايما حد وبتلف الناس كلها. صح، عندي حق. كابتن كبير كابتن حسين السيد لاعب النادي المصري البورسعيدي المنضم حديثا للمنتخب المصري الوطني العائد
لقائمة المنتخب مرة أخرى بعد سبع سنوات من 2015 لم ينضم حسين سيد لمنتخب مصر، يعود مرة أخرى ولكن من بوابة النادي المصري البورسعيدي في هذه المرة.